خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر للدورة الـ28 من خلال الأستاذ محمد هاني الكاتب العام لمهرجان تطوان للسينما البحر المتوسط اللي بينضم لينا من مدينة تطوان نفسها عبر زوم. أستاذ محمد أهلا بيك في صباح جديد، والحقيقة في أكتر من زاوية حابين نتكلم عنها، المغرب بشكل عام وصناعة السينما في المغرب وأصبحت مقصد لصناعة السينما العالمية، وشفنا ده في عديد من الأفلام على مدار السنين اللي فاتت. لو تحطنا في الصورة أكتر تفاصيل أيام تطوان السينمائية هذا العام، المشروعات اللي هتقدمها حتى الآن يعني. مرحبا، جد مسرور بهذه الاستضافة معكم على القاهرة الإخبارية. بالنسبة لأيام الصناعة السينمائية في مدينة تطوان، هو برنامج متعدد الفقرات، وكفقرة رئيسية هو برنامج لدعم كتاب السيناريو. هذه السنة وكدورة أولى تقدم لنا ما يقارب 75 مشروع سيناريو من أجل الدعم. قمنا باختيار 12 سيناريو من أجل أن يتبارك في مسابقة خلال أيام المهرجان تحت إشراف لجنة مكونة من منتجين ومخرجين دوليين سوف يكونون حاضرين في المهرجان. هذا جانب من برنامج أيام الصناعة السينمائية بتطوان. أيضا هناك برامج أخرى كبرنامج مواكبة هذه المشاريع من خلال إقامات فنية بأوروبا كتورينو لاب وأيضا سينيناد إلى غير ذلك من الشركاء الفاعلين في هذا البرنامج. بالنسبة للبرنامج آخر وهو برنامج لتكوين طلبة معاهد السينما بالمغرب، وهو برنامج يندرج أيضا في إطار أيام الصناعة السينمائية بتطوان. إلى جانب هذا هناك حدث مهم جدا سوف يعرف هذا البرنامج، هو أن مهرجان تطوان سوف يحاول أو سوف يستضيف مجموعة من كبار المنتجين الأوروبيين والعرب إلى مدينة تطوان من أجل تسويق مدينة تطوان كفضاء للصناعة السينمائية. هذا هو تفاصيل أيام الصناعة السينمائية بتطوان بكل عجالة. أستاذ محمد، كلمنا أكثر عن اليوم الأهم دائما بأي مهرجان، عن تفاصيل حفل الافتتاح والتكريمات اللي سيشهدها الحفل بكرة. مرحبا، بالنسبة لحفل الافتتاح وحفل الاختتام في مهرجان تطوان، حفل الافتتاح وحفل الاختتام لا يقلان أهمية واحد عن الآخر. بالنسبة لحفل الافتتاح يوم غد إن شاء الله سوف تكون هناك تكريمات وازنة، تكريم المخرج الكبير المغربي حسن بن جلون، وأيضا تكريم المخرج الإيطالي دانيال فيكاري. هذه التكريمات طبعا تكريمات متوسطة. وأيضا في حفل الاختتام سوف يكرم المهرجان الفنانة والنجمة المصرية غادة عادل، وأيضا بحضور وفد مصري مهم في المهرجان من خلال لجان التحكيم التي سوف تقدم غدا في حفل الافتتاح، لجنة تحكيم أفلام الروائية الطويلة ولجنة النقد. طيب هايل. أستاذ محمد، عايزين نعرف منك تفاصيل مسابقات المهرجان، يعني آلية التقييم بتكون عاملة إزاي، وهل بالفعل هيكون في أماكن للعروض الجماهيرية خارج السينمات؟ بالنسبة للأفلام المعروضة في المهرجان، نحن كفريق المهرجان وكإدارة المهرجان دائما ما نقوم باختيار أجود الأفلام التي تم إنتاجها في السنة الأخيرة ويكون عرضها الأول في المغرب. هذا هو المعايير اللي كنعتمدوها في انتقاء ديال الأفلام. بالنسبة للعروض الجماهيرية طبعا سوف تكون المهرجان يقوم بعروض داخل قاعة السينما، لكن
دائما ما يحث على ان تكون هناك عروض خارج يعني اسوار السينما، كعروض في السجن المحلي بمدينة تطوان، هي عروض لفائدة نزلاء السجن. طبعا تكون هناك عروض لفائدة النساء والرجال وفئة الأحداث بذات السجن. هذه العروض تعرف مشاركة نجوم مغاربة ونجوم عالميين، وأيضا وفد من المؤطرين الذين يشرفون على هذا البرنامج. إلى جانب العروض في السجن أيضا هناك عروض تنظم لفائدة تلاميذ وطلبة المعاهد، وهي عروض دأب المهرجان على تنظيمها من دوراته الأولى. نتمنى لكم طبعا دورة موفقة. شكرا كثير أستاذ محمد هاني الكاتب العام لمهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط.